ضيف لضيف حضراتكم الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزاره الشباب والرياضه، والبطله ياسمين الويلي بطله البحر الابيض المتوسط في الكاراتيه. يعني عايز اقول ان احنا في ارض مصر دايما معطاءه، ارض مصر لم تنضب. ياسمين اللي هي من قريه صغيره هنا هتحكي لنا حكايتها ياسمين، بس ابتدي مع الدكتور ابراهيم خضر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، الحمد لله. ازيك يا بطل، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. دكتور عندكم، انا عايز اعرف بس في الفتره اللي فاتت، الثلاث سنين اللي فاتت دول كده، ما يخص ملاعب مراكز الشباب ومراكز الشباب والحاجات دي، حضرتك تديني صوره، وخاصه ان فكره مراكز الشباب طالعه من هنا، من يعني من الراحل الكبير بلال ريتا، هو اللي عامل فكره مراكز الشباب، وان كانت طبقت اتنفذت بعد كده غلط. انما قول لي مراكز الشباب اخبار ايه عندكم دلوقتي والدليل؟ والله الحمد لله زي حضرتك ما قلت، يمكن الثلاث سنين الاخرى شهدت مراكز الشباب طفره هائله في التطوير، سواء اذا كان تطوير مباني او ملاعب. يمكن عندنا البحيره فيها 377 مركز شباب. 377 تم النهارده حضرتك تطوير 175 مركز شباب، تزويتهم بالملاعب المؤجله، بالاضافه الى صيانه العديد من مراكز الشباب، سواء مباني اداريه او استكمال انشاءات. وجاري الشغل في مراكز الشباب، يمكن غطينا سلمنا للهيئات المكلفه من الوزاره اكتر من حوالي 140 مركز شباب بيتم فيهم خلال السنه ديت والسنه اللي جايه العمل فيهم ان شاء الله. ده بالاضافه ان مراكز الشباب النهارده ده جانب يشغل الجانب الرياضي، الجانب الثاني اللي هو الجانب الثقافي والاجتماعي والديني، شهدت مراكز الشباب طفره في هذه الانشطه. قد تكون هذه الطفره ما اتحققتش من بعد، لما نيجي تبص للوثائق اللي احنا عاملينها من خلال وثائق، اذا كان في مجال التدريب التكنولوجي للشباب والتدريب مجانا بالمناسبه، وصلنا الارقام. لو قلت لك على هذه الارقام قد تكون هتقول لي بتبالغ، يعني وصلنا النهارده ل 10 15000 شاب في الثلاث سنين الاخرى في مجال التدريب التكنولوجي، مهارات يعني بيتدرب، يعني بيخش ياخد دورات في ياخد دورات في تدريب التكنولوجي في شهادات الاي سي ال، وتدريب المهارات الحياتيه والاستشارات المهنيه ورياده الاعمال، كل ده تدريب مجانا. الوزاره الوزاره بتقوم بيه مجانا، مش بيدفع فيه الشاب حاجه خالص. تمام. وبجانب بقى الانشطه الابداعيه الخاصه بالفنون، حاصلين على مركز اول في القراءه والموسيقى في مركز شباب مدينه دمنهور للعام الثاني على التوالي والعام الثالث. تنميه المواهب، اذا كانت هذه المواهب خاصة بالغناء الفردي أو الغناء الجماعي، طفرة هائلة جدا. ده على جانب مراكز الشباب. في جانب المنشآت الرياضية كاستاد دمنهور أو الصالة المغطاة، وحضرتك كان من ضمن الناس اللي كان لها باع كبير جدا في إيقاف بيع استاد دمنهور لما تولاه في الأهرام. أخباره إيه دلوقتي؟ أخباره يعني هو حضرتك أنت صاحب الفضل في هذه، إنما هو قدرنا نرجعه تاني ولا؟ هو رجع تاني، ومع الوزيرة المهندسة نادية عبده بالتنسيق مع المهندس خالد عبد العزيز، قدرت ان هي تحصل على تطوير كامل للاستاد دمنهور، وتحصل على تطوير كامل للصاله المغطاه. وبالفعل اصلا كل حاجه اتسلمت، ويمكن العمل خلال السنه دي يكون بادئين العمل فيهم ان شاء الله. والارض طبعا اللي كانت متبني عليها اتبورت، رجعت كلها، يعني المحافظه استرجعت الاراضي بتاعت الاستاد القديم اللي كان عايزين، اللي كان معمول من ايام وجيه اباظه، ورجعنا الاستاد ورجعنا الفلوس لاصحابها. وتفضلت معالي الوزيره بصراحه جهد مشكور بالتنسيق مع المهندس خالد عبد العزيز في تطوير الاستاد وتطوير الصاله المغطاه، والحاجات دي كانت موقوفه من زمان، والحمد لله يعني الدنيا احسن من الاول بكتير جدا. يعني دكتور الحقيقه ان انتوا عندكم، يعني عايز اقول ان ياسمين الحقيقه انا فخور ان انا اننا فخورين بيها حقيقه، يعني اننا فخورين بيها لانك انت ده ادي انتاج مراكز الشباب. ايوه. في مشروع دلوقتي يعني اوكل للرقابه الاداريه اللي هي المواهب اللي زي ياسمين. ياسمين دي لعبت وهي في ابتدائي. تمام. يعني من الابتدائي لعبت مركز الشباب في قريه في اصغر خليه في المجتمع. تمام. تمام. بقت بطله بحر ابيض متوسط. هم النهارده مشروع عباره عن ان كمان ما عندناش ممارسه، فاحنا بيحاولوا دلوقتي هيعملوا استمارات، كل واحد يجد في نفسه في اللعبات الفرديه. بالفعل. يعني اللعبات الفرديه بالفعل فقط. بالفعل تم توزيع الاستمارة. بالاستمارات تسع لعبات منهم السله واليد العاب جماعيه. ومنهم المصارعه والملاكمه والجودو والكاراتيه والتنس طاوله، ودول تسع لعبات اللي احنا اتبلغنا بيهم. وفي الحقيقه شغالين فيهم
التربيه والتعليم. المشروع ده على فكره مشروع هايل جدا، بس هو هيكمل بشويه حاجات يعني. اكيد. طيب تعال، عشان انا عايز اقول ان المشروع ليه هايل ومباشر ليه، ما في زي ياسمين كان في عشرات زيها كتير. هي ممكن بقى، انا عايز اعرف ياسمين قولي لي، لما جيتي تلعبي حبيتي تلعبي وانت صغيره خالص، انت كنت في اولى ابتدائي ولا في سنه ايه بقى؟ ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي. طقت في دماغك انك تلعبي كاراتيه، وايه اللي خلاك تلعبي كاراتيه؟ لا بابا هو كان شايفني ان انا موهوبه، وكان شايفني يعني شقيه. عارف انك موهوبه في ايه؟ يعني شاطره في ايه؟ عارف انك موهوبه. كنت شقيه في البيت بقى وكده. شقيه ابا. فعشان كده قال لي يعني لازم تلعبي كاراتيه وكده، وكان دايما بيشجعني يعني. بيشجعك يعني؟ هو اللي خلاني بدات في مركز شباب بسيط عندنا في القريه عندنا. بديتي بقى في مركز شباب في القريه ده. قعدتي كام سنه في المركز؟ قعدت في المركز، انا من ثانيه ابتدائي وانا في المركز. في ثانيه ابتدائي لغايه؟ لغايه دلوقتي. وانا بديتي في المركز؟ لا هو كان جاي لي كذا عرض يعني. دلوقتي في مؤسسه عسكريه في السويس. مؤسسه عسكريه؟ في هنا في حاجه في البحيره هنا ولا في القاهره؟ لا في السويس. في السويس. طب وهتروحي ازاي وتتمرني ازاي وتعملي ايه؟ ما بيبقى معسكرات بقى. معسكرات. طيب قولي لي بقى، انت لما بديتي البطولات امتى بقى؟ ابتديتي حسيتي بقى انك بطله كده امتى بقى؟ يعني في 2014 كده، لما جبت اول جمهوريه. اول جمهوريه. الاول طبعا انك فزت على اللي هنا كلهم طبعا. ايوه لعبت بطوله في البدايه يعني، لعبت بطوله محافظه. جبت اول محافظه في كوموتيه، و كنت يعني في سن صغير وكده، ودايما الكابتن كان يقول لي هتبقي بطله وكده، فكان بيشجعني دايما يعني. فجبت اول محافظه 6 سنين ورا بعض، وفي 2014 و2015 حصلت على اول جمهوريه. اول جمهوريه. على كل الجمهوريه بقى. ده كبيره بقى. في ميزان الشباب بقى، واللي بيلعبوا في الاهلي واللي في الزمالك واللي في الجزيره واللي دول كلهم كسبتيهم. يا بنت الايه؟ قولي لي. 2016 كان في تجارب منتخب مصر وكده، ولعبت تجارب ودخلت المنتخب، وده كان هدفي يعني، كان حلمي ان انا ادخل منتخب مصر وامثل مصر وارفع علم بلدي. والحمد لله يعني. رحت بقى المغرب. سافرت المغرب. جبت اول كان اول مره بقى تبقى مع المنتخب انت. كان اول لما رحت المنتخب. عايز اسالك على حاجه يا ياسمين، ما قالوش بقى مين بتاع المفعوصه الصغيره اللي جايه لنا بقى من دمنهور ديت، ولا هتلاقيها مش عارف ايه، ولا كان اسمك بقى كانوا عارفين اسمك فعاملين لك حساب؟ عارفوا اسمي وعارفين عاملين لك حساب. يعني كله محترم نفسه يعني. ده وصلت لبرشلونه 27/11 ومثلت مصر في لعبت بطوله العالم، بس ما حصلهاش الحظ هناك. بطوله العالم كانت فين؟ كانت في اسبانيا. في اسبانيا. 27/11 اللي فات ده. كانش في توفيق من عند ربنا في بطوله العالم، بس الحمد لله يعني كل شيء اللي جاي احسن. هنكسب الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. انا مش عندي اولمبياد في 2018 دي، عندي اولمبياد في الارجنتين. الارجنتين ما كانش لعبه اولمبيه اصلا، بس دلوقتي بقى لعبه اولمبيه، واول اولمبياد اللي هي اولمبياد الشباب دي انا سني فيها، وهلعب ان شاء الله. هتلعب فيها ان شاء الله. هتشوف ميداليات ان شاء الله باذن الله. اذا كان يعني لو كان ربنا ادانا العمر وعايشين، انما ربنا يديك العمر والصحه، هنشوف ميداليات مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله. مش هنقف عند حته. ها؟ لا ان شاء الله باذن الله. اللي جاي احسن. دي الميداليات بتاعتك اللي على الهواء. بص كده على الهواء، ايه ده؟ ولا انت شاريه شويه منهم؟ كل ده خدتيها بقى؟ برافو عليكي والله يا ياسمين. قولي لي بقى يا ياسمين، لما جيتي بقى خدت مكافاه ايه بقى؟ في المنطقه اخدت 5000. 5000 ايه؟ 5000 جنيه. جنيه؟ في المنطقه. ده عشان بتاعت اول بحر ابيض؟ والمنطقه بس اللي ادتك وما فيش حد تاني ادالك؟ المركز عطاها معالي الوزير. المركز عطاها ومعالي الوزير المحافظه عطتها. كرمتها في تكريم كبير جدا، مش لوحدها. كان هناك ثلاث لاعبات، لاعبه من نادي العاب دمنهور حاصلين على بطوله افريقيا في تنس الطاوله، وكانوا اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصه حاصلين على بطوله العالم، بطوله لندن 2017 في الرمح والتنس الطاوله. فجابتهم معالي الوزيره وعملت لهم تكريم في المجمع الثقافي وكرمتهم. لا انا هطلب من سياده الوزيره بقى يعني ان احنا ايه، لما يبقى عندنا ياسمين وعندنا ده، لان في نعمل رعايه بقى، رعايه ابطال ليهم بقى. هي قالت انا عايز اعمل. لا هنعمل ده ان شاء الله بكره هتسمعي ان شاء الله، وهي سياده الوزيره مش هتتاخر عن ده. ده حقيقي. انما لازم يبقى في رعايه دكتور. طلبت حقيقه، قالت انا عايزه رعاه يرعوا. هي بقى ما خلاص، هي سياده الوزيره بقى يبقى في رعايه. انت عندكم هنا يعني، انا بقول على هنا يعني النهارده في كفر دواره، ظن مصانع الكاتب
ايوه مثلا الكاتب في كفر الدوار. في كفر الدوار. كفر الدوار. ممكن يبقى النهارده صناعه وطنيه ورالي الوطني ورالي اللي عنده ده يبقى هو الراعي النهارده بتاع لازم النهارده. لا ما احنا عايزين نساعد على ده دو. يا ريت نتمنى نساعد على ده. انا احنا كلنا يعني نساعد ده وانا معاكم في ده نوصل لان حق يبقى شيء كويس جدا. يبقى شيء كويس قوي. يبقى نعمل ده لو عندنا ابطال تانيين نعمل ده حقيقي. لان احنا مصر للعلم ان مصر اللي حققته في اللعبات الفرديه في سنه 2017 في اللي هي سنه من السنوات الصعبه جدا. احنا عاملين نتائج هايله جدا جدا في الظروف اللي احنا فيها دي كلها. فده شيء كويس حقيقه. ده حقيقه. تحلمي بايه يا ياسمين بقى؟ نفسك تبقي ايه بقى؟ انا بحلم اجيب ذهبيه بطوله الاولمبياد اللي جايه دي ان شاء الله. ان شاء الله. اللي هي بتاعت الدوره الاولمبيه الشباب اللي في الارجنتين. ان شاء الله. انها اول اولمبياد في تاريخ الكره. انت في اولى ثانوي مش كده؟ في مدرسه دمنهور هنا؟ بينك وبين بلدك وبين دمنهور قد ايه؟ 10 دقايق او ربع ساعه يعني. كم كيلو يعني ولا بتعرفي؟ 5 كيلو. 5 كيلو. اسمها ايه بلدكم؟ الحجنايه. ها؟ الحجنايه. ايه؟ الحجنايه. الحجنايه؟ ده من ايه بقى؟ ازاي؟ يعني احنا نادي حاجه ايه يعني؟ قريه نموذجيه. اسمها قريه نموذجيه. وكلهم طبعا في القريه عارفينك انت بطل عاملين لك حساب. كله كده. عندكم عمده يعني؟ عندنا. والعمده عارف انك انت البطله بتاع ديت. ما هو انت لازم يبقى ليكي في العمده. في عمده في شيء غفر وفي البطله يعني. شباب الحجنايه كان مركز من المراكز المتطوره الكويسه جدا. واحنا حاليا يمكن ياسمين شجعتنا ان احنا بنعمل صاله انشطه جديده في المركز والالعاب الفرديه. يمكن هننتهي منها خلال الشهور اللي جايه. ولا لسه؟ بدانا فيها وهننتهي منها خلال شهرين كتاتب كتير قوي. انا شفت في ايطاليا يا دكتور في ايطاليا اللي هو بلد غنيه وبلد اوروبيه صاله مغطاه. بس هم عاملينها ازاي؟ عاملها الملعب بتاعها كنا بنلعب بطوله دوليه في كره اليد ملعب اسفلت خلاص. تمام. والاسفلت احن من الباركيه ومن الترتان للعلم. تمام. يعني اخر نمره 2 مدرجات خرسانه مش عامل خرس يعني مدرجات مبنيه على يعني مبنيه بنا يعني مش عامل خرسانات عشان تكلفه قليله يعني. تمام. المدرج ردمي يعني يعمل مدرج ردم. واخر حاجه في المدرج من سور المدرج طلع بعمدان وعامل جملون وعامل الشباك اللي فوق هو ده مكان التكييف. احنا شفنا دي في باليرمو في الجنوب. أيوة. في الحر هناك كنا في الصيف ما تحسش ان في حر. اولا انت مهما تكيف صاله مغطاه ما بتتكيفش واحنا محتاجين في التدريب والحاجات زي كده. ايوه فيا ريت نفكر اولا تكلفه الصاله دي حوالي 18% من تكلفه الصاله مكيفه والبتاع ده. ودي تستحمل الهرس والكلام. بقول احنا لعبنا عليها بطوله دوليه في كره اليد كان ساعتها مدرب المنتخب دكتور حسن مصطفى اللي هو رئيس الاتحاد الدولي دلوقتي. فانا اقصد اقول نعمل ده. طب قول لي يا دكتور يعني انا انتوا طبعا يعني طبعا ده في الاخر وسام على صدرك ياسمين ديت وكل ابطالنا يعني في احنا عندنا كذا ابطال في دمنهور يعني. ها كذا بطل افريقيا وبطل العالم بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه بطوله لندن الاخيره وكلهم بياخدوا رعايه جميله يعني حقيقه. طيب يعني انا عندي اقتراح انت ممكن تبتدوه هنا في الدهليه ونقول للسياده المحافظ عليه احنا محتاجين اصلنا عشان خاطر يعني نعمل ايه. عايزين نعمل هيئات متخصصه في لعبه واحده اللي هم بياخد الموهبه لغايه 17 سنه يعني. هو النهارده المواهب يعني ياسمين ظهرت من حظها بقى ان هي موهوبه قوي فما فرقش معاها فكره التدريب انها كان عشان تتقطف في حته متخصصه تعملها. انما انا عندي بعد المشروع الجديد اللي بتعمله الرقابه الاداريه لما يطلع النهارده فنعمل مثلا ممكن اعمل الكاراتيه والجودو مركز كذا مركز للاثنين. ايوه وصالتين يبقى مساحه صغيره صالتين ويعني خدت بال حضرتك ويبقى ده الديب بس. هو يمكن تاكيدا لكلام سيادتك يعني هي ظهرت عندنا حاجه زي كده ما ظهرش بالتخطيط اللي انت تقصده او التخطيط اللي انت بتتكلم فيه الجميل ده. لكن لما نيجي نبص مثلا لمركز شباب النصر بدمنهور متخصص في السله عنده سله مركز شباب سله بيلعب في الدوري سله ممتاز به سله بيطلع برامج سله انشا هذا المركز من اجل السله. ده عايزين نعمل ده بعد اذنك. هتاخد الكاراتيه والجودو مثلا ولو في حاجه في منازلات ايه تاني هم دول المصارعه لا خلي هنخلي المصارعه يعني ممكن نخلي المصارعه والاثقال في حته لان دول هيبقوا كاتيجوري حاجه تانية كده.
والاثقال، واخد بال حضرتك؟ فانا ممكن نعمل ده في المحافظه هنا، ويبقى انت كل المواهب اللي تظهر عندك في المراكز والولاد اللي عايزين. ما انا النهارده الموهبه يعني ايه، ياسمين بتقول والدي شاف، يعني بتقول شافها وشاف، يعني حس ان عندها فكره شقيه، انما الفكره مش كده، التوافق العضلي العصبي بتاعها هايل اللي هو يمكنها انها تبقى بطل، فحطها على السكه الكويسه بالظبط. حد تاني مش هياخد باله، مش هياخد باله، واخد من الكلام ده كله. تمام. فاحنا هنشوف بندي الكلام ده في المواصفات الجسمانيه بالنسبه للطوال عشان اقدر اخدهم انا لو انا عايز اخد السله واليد سله وطايره. وبعدين انا يعني في حاجات مواصفات نقدر نعملها، فيا ريت تطبقوا ده عندكم ان شاء الله. ايه بقى تاني تقدر نقوله في اخر كلامنا كده بالنسبه للرياضه في ده؟ والله وانا عايز اقول ان الحمد لله يمكن الكام الثلاث سنين الاخاره شهدت محافظه البحيره طفره في مجال مراكز الشباب والموافقات على تطوير عدد من المنشات الرياضيه بشكل كبير جدا ما كانتش موجوده. ان شاء الله من خلال كلام حضرتك ومن خلال البرنامج بتاع سيادتك نقدر نستثمر بقى الطاقات البشريه في اولادنا في التخصصات في بعض الالعاب اللي موجوده، ونبدا نوجههم ونبدا نعمل ده، وخاصه ان المشروع اللي بتعمله الرقابه الاداريه النهارده ومن خلال الشغل اللي احنا هنعمله المرحله الجايه هتبص تلاقي التوجيه بقى اكتر بالنسبه لرعايه النشء والشباب والموهوبين في بعض الالعاب. طيب انا هنضيف الثاني هيبقى الاستاذ محمد سعد وكيل وزاره التربيه والتعليم، هعمل توصيه خاصه لياسمين لان احنا المفروض ان احنا نرعاها كمان تعليميا، يعني خدت بالنا نرعاها تعليميا، ودي برضو مسؤوليتكم يا دكتور الحقيقه. والله لسه مكلم معاها دلوقتي. لا ما احنا بنتكلم على صديق المساله، مش رعايه البطل ممكن هيبقى ظروفها بتسافر، يبقى احنا ازاي بنعمل، مش كده ولا ايه؟ اه اكيد. انت بقى في اولى ثانوي عام مش كده؟ اه. وعايزه تخشي كليه ايه؟ ان شاء الله كليه عاليه ان شاء الله، هندسه او صيدله باذن الله. يعني انت بتطلعي من الاوائل كده؟ لا هو الفتره ديت يعني في سنه اولى وثانيه وكده يعني مش مهتميه بالمجاميع كويس يعني علشان يعني انما ناويه يعني. ان شاء الله في ثالثه هركز قوي يعني. والله تبقى برافو عليكي بقى لو كملتي دي كمان تبقى ان شاء الله في المنطقه ان شاء الله. ايه تاني بقى اخر حاجه عايزه تقوليها يا ياسمين؟ انا عايزه اقول بس يعني حابه اشكر والدتي ووالدي. برافو عليكي. وكابتني طبعا كابتن جوهري اللي بدا معايا، ومدرب مشروع الرياضه كابتن جمال دياب، وطبعا المجهود ده مجهود منظومه كامله يعني مش مجهود فرد او فردين بس، لا دي مجهود منظومه كامله يعني. برده صحابي وقفوا جنبي كتير، واخويا احمد طبعا باشمهندس احمد عبد الله وقف جنبي وكان دايما بيشجعني، واخواتي وصحابي ومدرسين طبعا بتوعي كانوا دايما واقفين جنبي وبيدوني مراجعات وحاجات من دي، كانوا دايما معايا يعني. ومش عايزه انسى حد برضه عشان ما حدش يزعل مني، بس الحمد لله يعني. الحمد لله. انا انت قلت اللي عايزه تقوليه، انا عايز اقوله انا عايز اشكرك انت واقول لك انك انت حاجه تفرح، وانك انت عامله عارفه الزهره المفتحه كده. انت نموذج لكل بنت مصريه جميله، انت عملتي شيء عظيم جدا وتقدري تعملي اعظم ان شاء الله لو عندك الحلم. شفت محمد صلاح؟ هو طالع من القريه بتاعتهم زي قريتكم كده. والله زيه، بس كان عنده حلم وعنده اراده. لو عندك الحلم انك انت تبقي بطل هتبقي بطله ان شاء الله، ولو عندك الحلم تبقى هتقدري تعملي ان شاء الله. ان شاء الله هتعملي ان شاء الله. بشكرك يا ياسمين، بشكرك. شكرا لك يا زهير، وربنا يخليك ونورت البحيره. الله يخليك. شكرا فعلا. شكرا. عايزين بقى نطلع نورينا كده، هي دي بلدنا والدكتور زويل يا سامي. أحمد زويل في مدينة دمنهور تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، كما حصل على شهادة الماجستير في علم الضوء وشهادة الدكتوراه في علوم الليزر. يعد الدكتور زويل من أبرز علماء العالم نظرا لأبحاثه ومجهوداته في العلوم الكيميائية والفيزيائية التي أحدثت ثورة علمية حديثة. جاء هذا النجاح عقب رحلة طويلة من الكفاح، سافر في منحة علمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حصل خلالها على الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا الأمريكية في علوم الليزر عام 1974، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا خلال الفترة من عام 74 إلى 76، لينتقل للعمل بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك، أحد أكبر الجامعات العلمية في أمريكا. تدرج في العديد من المناصب العلمية الدراسية إلى أن أصبح مدير معمل العلوم الذرية وأستاذ رئيسي لعلم الكيمياء الفيزيائية
وأستاذا للفيزياء بجامعة كالتيك، قدم للعلم العديد من الأبحاث الهامة والإنجازات، من أهمها ابتكاره لنظام تصوير يعمل باستخدام الليزر وله القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي الفيمتو ثانية، وهي جزء من مليون مليار جزء من الثانية. في إبريل من عام 2009 أعلن البيت الأبيض عن اختيار أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في عدد من المجالات، كما تم تعيينه مبعوث علمي للولايات المتحدة لدول الشرق الأوسط. قامت مصر بتكريمه بعدة جوائز مصرية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 1995، وقلادة النيل العظمى أعلى وسام مصري، كما أطلق اسمه على بعض الشوارع والميادين، وأصدرت هيئة البريد طابعين بريد باسمه وصورته، ومنحته أيضا جامعة الإسكندرية الدكتوراه الفخرية، وتم إطلاق اسمه على صالون الأوبرا. ورد اسمه في قائمة الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، كما جاء اسمه رقم 18 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة، وتضم هذه القائمة أينشتاين وجراهام بيل.